بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. برحب بكل أعضاء الجروب. كان في حد من الزملاء بيسألني عن البي ام اي. ايه هو البي ام اي تيست؟ البي ام اي هو اختصار بوزيتيف ماتيريال ايدنتيفيكيشن تيست، بعمله للتعرف على الكيميكال كومبوزيشن للماتيريال طبقا لـ ABI Recommended Practice 578. لو دخلنا على بارت 6 هنلاقي بيتكلم عن الـ BMI Methodology and Technology، بيتكلم عن General ايه هو الـ BMI، بعمله ليه زي ما قلنا التعرف على الـ Chemical Composition للـ Alloy، وفي كذا تكنيكس للـ BMI. وبعد كده بيقول لي الـ MVP Test Method Objectives اللي هو الـ Material Verification Program ايه الغرض منه والتكنيكس، وبيقول لي الـ Identifications الـ Material عن طريق الفيجوال ستام او الماركينج، دي لوحدها ما تعتبرش سبستيتيوت تعويض للبي ام اي. فانا لو عندي الاي بقدر اتعرف عليه يا اما كذا بروسيدر، يا اما عن طريق الكالر كود، يا اما عن طريق اللوستري ستام، او عن طريق البي ام اي. كلنا طبعا شغالين في بروجكت بنقابل مشاكل زي كده، ان بيجي اوقات الكلاينت بيطلب من المقاول انه يعمل بي ام اي على ماتيريال معين او على لحام معين عشان يتاكد ان اللحام ده مظبوط واتلحم بسلك مظبوط طبقا لل WBS. فالاول بنرجع للبروسيدر، بنرجع للسبيسيفيكيشن المواصفه اللي عندي والاي تي بي انسبكشن تيست بلان، وابدا اشوف هل ده مطلوب مني او لا. ليه؟ لان اوقات بيجي الكلاينت بيطلب من المقاول انه يعمل بي ام اي وهو مش مطلوب في المواصفه او في الاي تي بي، وده بيعتبر اديشنال كوست على السب كونتراكتور نفسه. فكلنا بنقابل مشاكل زي كده، فلازم نرجع للمواصفه، نرجع لل الاي تي بي، نشوف مطلوب مني او لا ان انا اعمل بي ام اي النسبه بتاعتي قد ايه، وانا عليه اقدر اطبق الكلام ده. بعد كده بيكلمنا على البي ام اي بروسيدر، ايه البروسيدر بتاعت البي ام اي، التكنيكس، الايكويبمنت كالكوليشن المعايره بتاعتي، الكواليفيكيشن التاهيل بتاع الشخص اللي بيعمل بي ام اي يكون كواليفايد او لا، السيرفيس بريبريشن للسطح اللي انا بعمله بي ام اي، تيستنج ميثودولوجي ابلايد الطريقه اللي بطبقها. في عندي كذا ميثودز للبي ام اي هنقولها دلوقتي، الاكسبنس كريتيريا طبقا للازمتون ماتيريال، والاستم انا شغال على ماتيريال ايه نوعها والاستم كام اللي انا شغال عليه، الدوكيومنتيشن ريكويرمنتس لازم بعد ما اخلص التيست يبقى عندي ريكوردز للتيست نفسه اللي هو الريبورت اللي بعمله. بعد كده بيكلمني بقى عن البيرسونز كواليفيكيشنز، اي حد حابب يقرا او يزود معلومه يقدر يدخل على اي بي اي ريكومند براكتس 578 زي ما قلنا قبل كده. بيقول لي ان الكيميكال اناليسيز تكنيكس يا اما لابوراتوري كيميكال اناليسيز او كيميكال سبوت تيستنج. اللابوراتوري كيميكال اناليسيز ده بيستخدم اكس راي ايميشن سبكترومتري، اكس راي تكنيكس. في كيميكال سبوت تيستنج دي طريقه بستخدم فيها كيميكالز. اتكلمنا عن اذر تكنيكس برضو و سيفتي ايشوز و حاجات تانية اقدر لو انا عايز اقرا فيها اقدر ادخل على اي بي اي ريكومند دايركتس 578. في النهاية اتمنى ان اكون وصلت المعلومة، شكرا لكم جميعا.